الأقوام الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم هم كثر، عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. نعم، لكني أحببت أن أقتصر على أصناف ثلاث لا غير. نعم، في حديث رواه الإمام مسلم، وإذا قلنا الإمام مسلم فالحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نعم، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر. وجاء في أحاديث أخرى من الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، جاء المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكذب وغيره. بارك الله فيك. نعم، وهناك أقوام، نعم، كذلك آخرون ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم، ويلحق بهم أهل الكفر. نعم، من كفر بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، فهؤلاء الذين يعني فضلوا الدنيا على الآخرة. نعم، الحديث الذي بين أيدينا هذا الحديث العظيم الشريف، بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ زان، قال شيخ زان، ومعلوم يعني الزنا من الكبائر، وهو من الموبقات ومن المهلكات التي تؤدي بصاحبها إلى عذاب الله سبحانه وتعالى باختلاف أعمارهم. نعم، باختلاف أعمارهم. نعم، نعم، الحديث حدد حدد لأن الشاب قد تعذره الشهوة، لهذا العرب تقول الشبيبة مطية الجهل، لكن إذا كان من الشيخ فهو أعظم جرما. نعم، شيخ زان، الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وردت كلمة شيخ بالمذكر وليس نعم بالمؤنث. نعم، هل هذا يستثني عنصر نعم النسوي؟ طيب، نعم، النساء شقائق الرجال، يعني مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ السلام فتدخل فيه العجوز. طيب، كذلك نعم سن الشيخوخ. نعم، شيخ النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى الكبر، أراد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه هذا الشيخ الذي أمد الله له في عمره. نعم، والله جل وعلا كذلك يعني بارك له في هذا السن وأطال فيه، ومع ذلك يعصي الله سبحانه وتعالى، والمفروض هو الذي كان عليه أن يكون عاكفا في المساجد من عمار المساجد ومن ممن يقرأ القرآن على الدوام، لأنه الآن يعني هو بينه وبين يعني بينه وبين المنية خطوات.